اذا اردت المحافظه على صحه صلاتك فتجنب مبطلات الصلاه ومنها بطلان الطهاره قال صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاه بغير طهور وكشف العوره فان انكشف جزء يسير من غير تعمد لم تبطل صلاته وكذا لو انكشف جزء كبير وستره في الحال والانحراف الكثير عن جهه القبله من غير عذر ووجود نجاسة على بدن المصلي أو ثيابه أو مكان صلاته، فإن علم بها فأزالها في الحال، فصلاته صحيحة، وكذلك إذا لم يعلم بها إلا بعد انتهاء الصلاة، والحركات الكثيرة لغير ضرورة، قال تعالى: "وقوموا لله قانتين". قال ابن عبد البر: "أجمعوا أن العمل الكثير في الصلاة يفسدها، وترك ركن من الأركان أو زيادة ركن فعلي كالركوع والسجود عمدا، أو تقديم بعض الأركان على بعض، وتغيير بعض الفاتحة تغييرا يحيل المعنى، كأن يضم تاء أنعمت فيقرأها أنعمت، وترك واجب من واجبات الصلاة متعمدا ذاكرا، كالتشهد الأول، وقطع النية بأن ينوي ترك الصلاة، والسلام عمدا قبل تمامها. والكلام العمد في غير مصلحه الصلاه مع الذكر والعلم اما الناس والجاهل والمتكلم في مصلحه الصلاه فلا تبطل صلاته بذلك والقهقه اما مجرد التبسم فلا يبطل الصلاه والاكل والشرب عمدا اما اذا ابتلع ما بين اسنانه دون تعمد فلا تبطل صلاته فحافظ على صلاتك وعلى سائر اعمالك واحذر مما يبطلها قال تعالى يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالكم